السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله النهاردة معانا أكلة بسيطة مكوناتها موجودة في كل بيت. أول حاجة معانا 2 حبة بطاطس متوسطة مبشورين، تاني حاجة معانا بصلة صغيرة مقطعة صغير، 3 فص ثوم مقطعين صغير، قرن شطة حراق متقطع برضو في قطع صغيرة، بقدونس وكزبرة متقطعين صغير خالص، ومعانا 1 كوباية رز مطحون، 1 كوباية رز مطحون ممكن ما استخدمهاش كلها وممكن استخدمها كلها على حسب ما البطاطس يعوز. معانا هنا بهارات كزبرة وفلفل وكمون وشطة وملح، هي دي البهارات بتاعتنا. لو تحب تزودي حاجة تاني براحتك. هنا بحط كل المكونات على بعضها في بولة، بس الرز بنزل بالتدريج. بحط البطاطس مع البصل مع الثوم مع الخضرة مع الشطة، قلبتهم كويس وحطيت عليهم بيضة، معلش نسيتها في المكونات، بنحط بيضة عشان المكونات تلف مع بعضها، وفي نفس الوقت بيرفع نسبة البروتين في الأكلة بتاعتي. هنا أنا لقيت إن الخلطة محتاجة 2 بقسماط، حطيت 2 بقسماط عشان تلف كويس وتتكور معايا كويس. بعد ما عجنتها كويس بالبهارات بكله بالبيضة، ببدأ أعملها أقراص زي الطعمية وأنزل بيها في الزيت. بعد ما احطها ببدأ اقلبها، ما بتاخدش وقت طويل قوي على النار، ريحتها تجنن فعلا، طعمها حلو جدا، هتعجبكم ان شاء الله، يا ريت تجربوها. تنفع للغدا، تنفع للعشاء، تنفع للفطار. وطعمها حلو جدا وبسيطة جدا، ما خدش مني اي وقت. هنا انا عاملة حجم كبير وحجم صغير، هنا الحجم الكبير ممكن يبقى برجر، الحجم الصغير ممكن ناكل بيه عادي. ريحتها حلوة قوي، طعمها روعة. ساعات بحط عليها عدس أسمر مسلوق عشان يرفع القيمة الغذائية للأكلة. عندك لو كان متوفر عندك ماشي، مش متوفر برضو كده طعمها جميل جدا. لو عجبتكم الأكلة يا ريت تجربوها، وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. شكرا لكم، مع السلامة.